لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بتمريرة إلى سباس، وين العرضية؟ هنا التمريرة، جول جول! يا سلام يا سلام على بداية قوية، تمريرة خذوهات عن طريق سباس إلى نوليتو، بعد ذلك على طول صوب نوليتو، سجل ثالث أهداف نوليتو. راح يتقدم سباس، يا سلام يا سلام يا سباس، يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي سيلتا فيغو، أضاف الهدف الثاني لمصلحة نادي سيلتا فيغو. يضرب وبقوة، يضرب وبيد من حال، لكن إيش المانع؟ هدف ثالث، يا سلام! إيش المانع من هدف ثالث؟ هدف ثالث صاروخي، هدف ثالث بقذيفة عن طريق بيلتران، اللاعب البديل أطلق قذيفة تأتي بهدف ثالث لمصلحة نادي سيلتا فيغو. نادي سيلتا فيغو مقدم أداء رائع، واليوم أيضا ممكن تكون هزيمة في حين كرة طويلة. رباعية، رباعية لمصلحة سيلتا فيغو، رباعية لمصلحة نادي سيلتا فيغو. قلت لك شكلها راح تكون ثقيلة، شكلها راح تكون نتيجة ثقيلة لمصلحة نادي سيلتا فيغو. نادي سيلتا فيغو بدأ يكشر على نيابة. نادي سيلتا كان من تسجيل الهدف الأول بلمسة عقرب خادع بها الحارس لورينزو موتيبو. يا لها من كرة وصل إليها، كانت في متناول الدفاع لكن سبقهم سكيارا تاريلا وتسديد. التعادل، التعادل من باسكوالي سكيا تاريلا يسجل التعادل. تسديد جاء إلى الكاميرا وفجر كل غضبي. باسكوالي سكياتاريلا يدرك التعادل لفريقه بينيفينت. اللاعب المؤثر في المباريات السابقه تشيلويل جول! الكره في الجول، نعم الكره في الجول، من ثاني فرصه ومن ثاني عرضيه من الجهه اليسرى اوليفيا تشيرو. يا باتريسيو، الكره تجاوزت الخط والحكم يقولون له نعم الكره تجاوزت الخط. هيا لاعاده مره اخرى، هيا لاعاده. بوتنسيو حاول، بوتنسيو جول! هدف غايه في الروعه منك يا بوتنسيو. دانييل، يا لا من مهاره ويا لا من تسديده، يسجل هدف التعادل. هدف مشى نيتو، مشى نيتو، هرب نيتو، دخل نيتو، 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 جول! نيتو يا نيتو يا نيتو، هدف لنادي ولفرهامبتون. ما أروعك يا نيتو، وما أجمل انطلاقتك يا نيتو. قطار السريع لنيتو انطلق، صعب إيقافه، صعب إيقاف نيتو. المرتدة السريعة والانطلاقة والهرب البرتغالي. رحيم جول، رحيم غوندوغان جول في نهاية المطاف. تفك الشفرة عند الدقيقة 30 من الألماني كاي غوندوغان الذي يسجل أول أهدافه في البريمير ليج هذا الموسم عند الدقيقة 30 من عمر المباراة. حلت الأمور بهكذا الشكل وسجل المان سيتي. ويست بروميتش وروبن دياش، خطيرة خطيرة وجول، خطيرة وجول. سيمي أجاي نيجيري يعدل لويست بروميتش ألبيون ويسجل أول أهداف هذا الموسم مع فريق ويست بروميتش ألبيون. أجاي في موسمه الثاني. أه
And Jadon Sancho locked down first time, but Dortmund strike first. Guerrero was first to react. What a great lift that is for the new man in charge, Edin Terzic. We've got a 16-year-old up front tonight, but it's two young players who've already made their mark. Jadon Sancho and goes for it here for Gabriel Selassie. It's a nice layoff. Moval, oh yes! What a way to get on the scoreboard. Kevin Moval levels it for Werder Bremen. Really the first time tonight. Royce against Pavlenka. Pavlenka keeps it out first time, but Royce will easily win the race for the second. And he gets it. And they have got in front, Dortmund. Pavlenka came close to a really fantastic stop then. But nobody came to help him. It's Lars Stindl, he hit it well, he hit it superbly, what a strike from the captain, it's a moment of magic, and it's Gladbach who strike first. Yeah, it's a really good strike there from Lars Stindl, but I have to say, you have to ask questions, firstly on the wall, secondly, we're green against Austria. And again, it's raking the shot in, and that is a penalty. A handball. And Frankfurt will have the chance to equalise. Leiner is booked, adding insult to injury. Yeah. The answer is yes. They might be in trouble again here. What a touch from Andre Stielmann! Oh, that is stunning! A heavenly touch, and then a decisive finish. He is in the form of his life, Andre Stielmann. And he has turned this game around. It's Frankfurt 2, Gladbach 1. Incredible how a game can just turn on its head in an instant there. You can see Eintracht Frankfurt after. And Barcock, that's beautifully done. This is wonderful. That's how talented he is. That's why he's a rising star. And that's why he was given a starting spot tonight. Eamon Barcock. Wolves Lazzaro. Couldn't get a clean header on it, and the referee gives the free kick right on the edge of the area to go in for Gladbach, and it does go in for Gladbach. Great ball in, saved by Trapp, and it's not an in, and would you believe it, it is the captain who completes his hat-trick. Lars Stindl is Gladbach's hero. They've been second best for so much of tonight, and yet they found a way to slip. أين أنتم لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه شيء غير عادي يا جماعة. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. بوسكيت كرة طولية إلى الأمام. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يلعب رمية التماس.